أهلا بكم مجددا مشاهدينا. لعل السودان تميز بتراثه الكبير وبعدد إثنياته الكبيرة التي جعلت هذا التنوع يملك ثراء لا حدود له. اليوم ضيفتي باحثة في التراث السوداني وهي أستاذة تسنيم عمر. سعدت جدا أن ألتقيك اليوم أستاذة تسنيم، حبابك ألف. هاي زيد، مساك أستاذة إكرام وحياك. شكرا لك على الاستضافة اليوم معكم في قناة الشروق. حبابكم عشرة، حبابك ألف. أستاذة تسنيم، أثر التراث والفولكلور في الحياة السودانية، معروف أن السودان يتميز بعدد كبير من إثنياته وقبائله المختلفة. حابين نتعرف على أثر التراث والفولكلور في الحياة السودانية. طبعا أثر التراث السوداني اللي هو الثري جدا أو الدسم أنا بحتبره، لأنه فيه تنوع ومليان، والتنوع ده خلاه مميز، يعني سواء كان هو السودان دولة أفريقية فهو بيحتل، أنا بفتكر في التراث المرتبة الأولى بالتنوع التراثي الشعبي. فأثره في حياتنا السودانية يمكن أثر كبير جدا وواضح في بيوتنا السودانية، يعني من الحوش الكبير زي يقولوا النفاج للطاقة لكذا، فدي موروثاتنا الشعبية السودانية سواء كان تراث مادي أو تراث غير مادي، فهو أثره أكيد كبير في حياتنا اليومية. نعم. طيب أستاذة تسنيم، يعني كيف يمكن أن نطور الوعي السوداني، الوعي الاجتماعي السوداني بالتراث؟ تراث مختلف وكبير، يعني كيف يمكن أن يتطور الوعي عليه؟ والله هنا في الحتة بتاعت التطور والوعي دي إحنا محتاجينها شديد. ليه؟ لأنه الضوء المفروض نسلط عليه الضوء شوية عشان الأجيال الجديدة تقدر تتواصل أو تواصل المسيرة التراثية حقت السودانية. بنحتاج إنه نعرف بالتراث أكثر أو نستصحبه معانا، لأنه التراث هو موروث وطني في البداية. فمهم وجوده في حياتنا، فلازم نشيله باعتبار انه هو يعني حاجة متجددة، يعني ما حاجة ممكن تندثر. فمنحتاج انه نخليه في حاجاتنا البسيطة من خلال الحكايات والقصص للأطفال، من حكاية الأغاني الشعبية مفروض الناس تتطرق لها وترجع لها تاني في المناسبات السودانية، مفروض تظهر الطابع السوداني البسيط ومشاركته في حياتنا اليومية يعني. نعم. طيب أستاذة تسنيم، يعني هل وصلنا الآن نحن يعني بعد هذه السنوات الطوال، سنوات طويلة يعني للتراث السوداني ويعني مدى الاستفادة منه، هل وصلنا إلى الدرجة التي يمكن أن نستفيد منه ونساهم أيضا في نشره وتعريف العالم سواء كان العربي أو العالم الخارجي أيضا بتراثنا على مختلف أشكاله؟ والله يعني تراثنا ده يقول واصل للعالم الحمد لله، بس يعني من واجبنا إحنا كسودانيين يعني نحتز به ونواصل فيه ونحاول نصهر المواد التراثية حقتنا بكل تفاصيلها في حياتنا اليومية ببساطة، من أكلاتنا الشعبية للزينة لتوبنا السوداني لتفاصيلنا في الحياة اليومية، يعني بنحتاج إنه نظهرها للعالم، يعني ما مقتصرة بس في السودان. نعم. يمكن في حديثك عن الأزياء تحديداً، الأزياء السودانية، الأزياء السودانية لم تختصر فقط على الثوب بالنسبة للنساء أو الجلابية بالنسبة للرجال. أيوه. يعني هذه الأزياء اختصرت الآن في حدود أن تقام معارض فقط لمصممات الثياب. أيوه. كيف يمكن أن نعرف الشعوب الخارجية بأزيائنا المختلفة، أو هل لكم يعني متابعات في هذا الجانب تحديداً، يعني كيف يمكن أن نعرف الزي السوداني؟ واجبنا إحنا كده زي ما بقولوا في المجال، الباحثين في المجال أو مهتمين بالتراث، على قولك أنت ما بس التوب السوداني والجلابية والمركوب والعمة والسديري، لا، في قبائل كثيرة عندها لبس مميز، زي ما أنا لابسة هسي زي لقبيلة معينة سودانية، ممكن إحنا نستصحبها في يومنا العادي أو في حياتنا اليومية العادية، في مكاتبنا، في مفراحنا، في كذا. فغير التوب السوداني في أزياء ممكن نستصحبها معانا ونقول ده سودان، يعني ده سوداننا. نعم. أو ده تراثنا. نعم. في الواقع يعني. أه. طيب يعني يمكن بعض العقليات تفكر أن زي السوداني هو شيء قديم، يعني كيف تردين عليه؟ دي الحاجة السائدة عند الناس، إنه التراث لما يذكروا التراث معناه حاجة old.
أو قديمة. فإحنا هسي بنحاول نصحح المفاهيم إنه مفروض حتى الكيدز حقيننا أنا بفتكر إنه يكون في جرعة بسيطة في المدارس يوروا يعني شنو تراث. التراث دائما بيكون هو الهوية تحت الإنسان. والهوية يعني ما مفروض تكون مطموسة. فأنت لما تكون عندك هوية رصينة فلازم بتكون شخصيتك لقدام. فلما تكون متمسك بتراثك دي الحاجة دي بتخليك إنسان مختلف بين الشعوب. ده اللي بيميزنا يعني كسودانيين في العالم. طيب هل عندكم مجهودات في أنكم تعرفوا أو ابتكرتوا طريقة لتعريف مثلا الأطفال في المدارس أو الطلاب بتراثنا السوداني بمختلف أشكاله؟ أيوة يعني الأشياء زي دي ممكن تتعمل من خلال المسلسلات، الحكايات، القصص، حتى الأمثال. إحنا عندنا تراث غني جدا والحاجة دي بتخدمنا وما بنحتاج ندعى فيه ونوصله للأطفال لأنه الحاجة دي بسيطة. يعني حبوباتنا في البيت وأمهاتنا ممكن يوصلوا لأبنائهم يعني. نعم. طيب ببساطة أستاذة تسنيم، يعني مشاركات السودان بصفة عامة خارجيا أو حتى داخليا في المعارض المختلفة كيف تقيميها؟ أقيمها هي كويسة ممتازة بس عايزة حبة بتاعت رعاية أكبر أو شغل يعني إعلامي عليها على المستوى الانترناشنال أو العالمي عشان يميزنا إحنا كسودانيين. لازم نشتغل عليه شوية، محتاجين نشتغل عليه يعني هنا في المستوى المحلي السوداني، محتاجين يعني نديه شوية مجهود مننا عشان يطلع برا. نعم. طيب من خلال حديثك عن المجهود، هل يقتصر المجهود فقط على الدولة ودورها في رعاية التراث السوداني أم هنالك أيضا مسؤولية تقع علينا نحن كمواطنين في هذا الجانب؟ هي مسؤولية مترابطة أو متكاملة أو هي حلقة واحدة بنكملها إحنا كشعب وبتكملها معانا الدولة بتاعتنا اللي هي بترعانا كلنا وبترعى تراثنا. فوصيتي أنا كده للبيت السوداني إنه يهتم بالتفاصيل التراثية حقتنا أو موروثاتنا يعني، وتأثيره في حياتنا اليومية حيكون إيجابي أكيد، ما حيكون سلبي، حيكون إضافة لنا. طيب تراثنا السوداني معروف بتنوعه وبثرائه الكبير، يعني هل لازلنا نحن نقف في نقطة محددة لن نتحرك فيها؟ يعني مطلوب منا الكثير في جانب إبراز وإظهار هذا التراث. محتاج مننا كثير يعني لسه إحنا بنقول مشينا في السكة لكن لسه ما قدرنا نوصل الحاجة المطلوبة يعني أنا أحس كده. نعم. فزي ما قلت لك إنه محتاج مننا مجهود شوية بالتمسك بعاداتنا وتقاليدنا السودانية وموروثاتنا. نعم. طيب عندك رؤية لمشاركاتنا الخارجية بالنسبة لإبراز التراث كيف؟ يعني هل ضعيفة أم لا زالت يعني تمضي قدما في طريقها؟ هي مضت قدما من نظرتي أنا، وفي بعض الأعمال الجميلة اللي بتحصل خارج السودان بس أحب إنها تكون على أوسع يعني على 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 شغل يكون في نوع من الرعاية الواضحة من الدولة ذاتها عشان يكون الحاجة دي قوية. يعني ما الناس تمشي براها كمعارض، لا الناس تمشي من خلال يعني الدولة إنها تمشي تشارك برا باعتبار إنه حتقدم تراث. نعم. أشكرك أستاذة تسنيم عمر على هذه الإضافات الثرة. كانت معي الأستاذة تسنيم عمر الباحثة في التراث السوداني.